الحاجة التانية والمهمة جدا بقى مستر اوسوريو، عايزين دعم بقى المستر اوسوريو ان هو بصوا اللعيبة اتغيرت ازاي، بصوا الموضوع بقى نقدر نقول اتغيرت بنسبة 50%، ان شاء الله مع الوقت توصل ل 70 و80%، هتلاقي نادي الزمالك رجع زي زمان، وتلاقي الزمالك بقى زاد جدا جدا، لان الراجل طبعا كلنا عارفين السي في بتاعه عالي جدا، هو في مبسوط هو في نادي الزمالك، جه في ظروف صعبه جدا في نص الموسم، ظروف صعبه جدا، قالوا تليفونات يا مستر اوسوريو انت مش هتاخد فلوسك، يا مستر اوسوريو ده النادي محجوز عليه، يا مستر اوسوريو رئيس النادي بيتحبس، يا مستر اوسوريو رئيس النادي بيتعزل، يا مستر اوسوريو اللعيبه هتعمل لك مشاكل، اللعيبه مش عايزه تلعب، في لعيبه جف ظروف صعبه جدا، ولكن الحمد لله بدا الاستقرار، رئيس النادي بيرجع، الفلوس موجوده، اللعيبه بتديله اللي هو عايزه في الملعب، هو بدا بهدوء كده، شفناهوش اتنرفز جدا، حتى لما بيجي تعادل او حاجه بي 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 بيخلي اللعيب هدوء، ده ينعكس يعني على اللعيبه ان هو يلعب بارتياحيه، ان في اي وقت ممكن يكسب، في اي وقت ممكن يجيب جول، في اي وقت ممكن يشيل جول، لان النرفزه بتخلي اللعيب يطلع بعصبيته برضو، عن اللي في فرق ما بين الروح، فرق بين العصبيه. الروح بتخليك تلعب بكل قوتك، بص بيسقف، بص بيعمل ازاي، علامه البرافو، كل ده بيخليك تعلم لما مدرب يشتمك ولا مدرب يتعصب عليك، انت ذات نفسك بتخسر نفسك جوه الملعب، انما الراجل عارف يعني ايه انا اعلي اللعيب جوه الملعب. فعايزين كلنا دعم ان شاء الله لمستر اوسوريو، الراجل الهادي اللي بيحفظ اللعيبه بهدوء، وبعدين كمان بيشربهم التكتيك. احنا دلوقتي بنشوف الفاولات بيبقى فيها تريكه، الكورنرز بيبقى فيها تريكه، الزياده عدديه في شويه مشاكل صغيره مع الوقت هتتحل كلها، لان هو جه لقى الموضوع صعب جدا فبيحلها واحده واحده، علشان بس من مكسب لمكسب، فيبتدي ايه يحل الباقي ان شاء الله باذن الله.